طبعا ده تصريح احنا بتقرا انه غريب، لانه المثلث حلايب وحاجه ظل مثلث سوداني من الفتره بتاعت الاستعمار. فتره الاستعمار احنا بنسميها فتره الحقبه الثنائيه، الحقبه الثنائيه لانه كانت احنا محكومين الاستعمار بتاعنا ثنائي بريطانيا ومصر. انتم تسمونه الاستعمار البريطاني المصري؟ ايوه الحقبه الثنائيه، نحن نقول الحقبه الثنائيه اللي هو الفتره الاستعمار البريطاني المصري. يعني مصر كانت هي جزء من حكم السودان في فتره الاستعمار. طيب 1953 جرت اول انتخابات ونحن لسه تحت الحكم الثنائي. انتخابات في السودان؟ تعرف في السودان ومثلث حلايب جرت فيه انتخابات، كانت دائره من الدوائر السودانيه والانتخابات هي عمل سيادي من الدرجة الأولى. مصر هي حاكمة ما وقفت العمل ده ولا اعترض عليه. بكل أسف نحن طبعا بنفتكر أنه نحن ومصر في يعني علاقة قوية جدا وروابط قوية. مثلا لما بدأت الحرب الإسرائيلية المصرية في 67 واتضربت القواعد المصرية، السودان طوال فتح أجواءه ومطاراته للطائرات المصرية وسلمت مصر قاعدة وادي سيدنا في أم درمان. لما بدأ القصف في الداخل سلمت معسكر جبل أولياء لكلية الحربية المصرية. ظلت قواتها مرابطة مع القوات المصرية في الجبهة المصرية من 67. أنا شخصيا اشتغلت في الجبهة المصرية مرتين. فنحن بنتكر شركاء مع مصر في قضايا بتهم المنطقة. طلب مننا أنه والله عندهم معلومات أنه في طيران إسرائيلي حيتسلل عبر مثلث حلايب لضرب السد العالي. عام كم هذا؟ ده في بداية التسعينات. وأنه عايزين يخطوا نقاط مراقبة على الساحل الحلايب لمراقبة أي نشاط طيران إسرائيلي. نحن وافقنا لأنه نحن قوات موجودة في القناة مع القوات المصرية، يعني من ما بدأت القتال الحرب، فما كان في سبب خلينا نرفض الطلب المصري. في 95 فوجئنا ونحن الوقت ذاك نحن دفعنا كل قواتنا إلى جنوب السودان، عملنا حملة كبيرة جدا. الحملة دي قامت حققت نجاحات كبيرة جدا وانتصارات كبيرة، واستطعنا نسترد كثير من الأراضي اللي كانت موجودة في التمرد، استرديناها. في الوقت ده دخلت القوات المصرية واحتلت حلايب. أنا أعتقد التوقيت ذاته كان توقيت بالنسبة لنا كان مؤلم، لأنه نحن مشغلين في حرب داخلية. كنا زي ما إحنا بنقيف مع أخواننا المصريين في حروب ضد إسرائيل، على الأقل يعني لو ما ساعدونا ما يفتحوا لنا جبهة جديدة. فإحنا رفضنا أنه نفتح جبهة مع أخواننا في مصر في حلايب، لكن حلايب سودانية وما حنتنازل عنها.